طلع تكلمنا عن الإفكت مال السي او 2 والاتش شلون يأثرون مباشرة على الريسبيراتوري سنتر، وتكلمنا شوية شيء بسيط سريع عن الأكسجين شلون يأثر على الريسبيراتوري سنتر. قلنا السي او 2 والاتش إن هو يأثرون دايركتلي عن طريق أريا عندهم بالريسبيراتوري سنتر اللي هي اسمها كيمو سنسيتيف أريا، راح تتأثر بالتغيير مال كونستريشن مال سي او 2 والاتش، وبالتالي تنطيني ريسبونس على أساس هذا التغيير. الاو اتش اللي او كنا عنده اندايركت افكت عن طريق عندي ريسبتورات معينه موجوده بالفيزل، وهاي الريسبتورات هي اللي راح تتحفز وبالتالي تدزي اشاره اندايركتلي للريسبيراتوري سنتر. هاي شرحنا على السلايد الاول. هنا ذا بيرفرال راح نتكلم عن بيرفرال كيمو ريسبتور سيستم. The peripheral chemoreceptor system are located in several areas outside the brain. فتأكو مجموعة من الخلايا موجودات بالفيزل outside the brain، يعني هم من يتحسسون بالتغييرات مال O2. زين قلنا especially important for detect change in O2 in the blood and also response أيضا بس lesser extent to the change in CO2 and H concentration، يعني هي أكثر شيء تتأثر بتغيير الـ O2، بس أيضا ممكن بكمية بسيطة أيضا تتحسس تغيير الـ CO2 والـ H. أوكي؟ بس هي important for الـ O2. The chemo receptor transmit nerve signal to respiratory center in the brain to help regulate respiratory activity. بالتالي هاي السيال هاي المجموعة من الريسبتورات راح هي تتحسس الأكسجين change، بالتالي إذا حست أكو فد نقصان تروح تدز إشارة عصبية للرسبيراتوري سنتر وتبلغه انه ترى اني الدم باكسجين قليل، بالتالي راح الرسبيراتوري سنتر يشتغل ويدز لي سيجنال حتى يزيد الايفورت مال الريسبيريشن، بالتالي من ازيد الايفورت مال الريسبيريشن يعني ازيد تنفسي اكثر راح يدخل اكسجين اكثر ويساعد على انه يحاول يقلل هالنقصان عندي بالاكسجين. زين الموست اوف كيمو ريسبتور ار ان ذا كاروتيد بوديز، وين موجود اكثر شيء بالكاروتيد بودي؟ اوكي كاروتيد بارتي هي بارت موجود وين سيل، مجموعة سيل موجودة بالكاروتيد ارتري وفيو موجودة بالايورتيك باديز، ايضا يعني مجموعة من الخلايا موجودة بالايورتي وفري فيو موجودة elsewhere and associated with arteries of thoracic abdomen region، يعني موجودة بأذر فيزل. فهي الكاروتيد بادي شنو والايورتيك بادي شنو؟ الكاروتيد بادي located bilateral in the bifurcation of the common carotid arteries. Their efferent nerve fiber pass through hern nerve to the glossopharyngeal nerve and then to the dorsal respiratory area of the medulla. يعني هذا تلاحظون طلاب هذا الكاروتيد بادي هو موجود مجموعة من الخلايا سنعرفها هي موجودة هنا اوكي موجودة هاي ترتبط ويا نيرفات بعدين هذا الهيرنينكس نيرف بعدين تروح ويا الجلوسوفارينجيال نيرف وتدخل تدز إشارة عصبية وراها للبرين ستيم اللي بالمدولة توصل للرسبيراتوري سنتر وتدز إشارة عصبية من تتحسس التشينج بالأكسجين اللي هي تكون على تماس مباشرة ويا البلاد وتجيها أرتريز هسه نشرحها كلش أرتري يمشي بيها الدم كلش سريع فراح تتحسس تغيير الأكسجين بسهولة. زين الأورتيك بادي are located along the arch of aorta. Their afferent nerve fiber passes through the vagal also to the dorsal medullary respiratory area. الأذر يعني الأيورتي موجودة هنا بالأيورتيك أرش تلاحظون، فالأفرنت يعني النيرف طالع الأفرنت يعني مو جايتها طالعة منها يسموها الأفرنت بس الراجعة يسموها الإفرنت ميزون الإفرنت يعني نازلة والأفرنت صاعدة. زين في الأفرنت نيرف فايبرز تمشي عن طريق يعني نيرف بالفيجل نيرف هذا الفيجل نيرف وتروح تودي تودي للدورزال مدولاري ريسبيراتوري اريا للدورزال. اوكي عرفوا الكاروتيد بودي ويا نيرف عن طريق هذا النيرف وبعدين يروح للجلوسوفارينجيال نيرف عن طريقهم يروحون للدورزال ريسبيراتوري اريا ده مثل الكاروتيد لا يدخل يعني تتصل بالفيجلز هي راح ترسل اشاره عصبيه مال هذا الكيموريسبتور. اوكي بعد تلاحظوها هذا يروح بالهيرنكس نيرف بعدين يروح للجلوسوفارينجيال هذا مال كاروتيد هذا بالفيجاس. زين each of chemoreceptor body receive on special blood supply through a minute artery directly from the adjacent arterial trunk. يعني هاي ال bodies هاي chemoreceptor bodies هي مجموعة قلنا بعدين اشرحها شنو هي. هاي تستلم blood directly اتفد blood vessel كلش صغير يجي يغذيه مباشرة إلها.
اوكي يغذيهم. فهذا البلد دا يمشي بهاي الارتريات الصغيره اللي هي الفلو is extreme، تقريبا 20 time the weight of the body themselves each minute، يعني 20 مره ضعف كم، يعني ضعف حجم هاي البوديز يوصل هالدم بالمنت الوحده، يفتر عليها الدم يعني يدخل الدم. لذلك percentage of oxygen removed from the following blood is virtually zero, which means that the chemoreceptor are exposed at all the time to the arterial blood. يعني ما عندها لحظة من اللحظات ما راح يعني يكون بيها أكسجين، مدى تتحسس أكسجين، لأن البلد فلو عالي كلش بيها، يعني كلش سريع البلد فلو بيها، فدائما هي تكون على تماس ويا البلد وتتحسسها بسهولة، فما أكو ولا لحظة من اللحظات الأكسجين راح ينقطع عنها. زين، وكل arterial blood مو venous blood. And their PO2 value values are arterial blood يعني partial measure of oxygen. فيعني نفسه الارتري شكد بي أكسجين، هو نفسه راح يجيها، هو نفسه راح يوصل لها كمية الأكسجين راح يوصلها حتى تتحسس يعني. فإذا شفت أكو نقصان راح الجسم كله يعرف إن الارتري كله ناقص فيها الأكسجين. أوكي، ف arterial blood oxygen معناها ناقص. زين، هاي شيء يعني، فيعني كمية الأكسجين partial pressure بالمين artery، الأرتريات الكبار هي نفس هالفوليو، يعني كمية ال partial pressure of oxygen اللي هي تتحسسها الكاروتيد بادي اللي تتوصل للكاروتيد بادي، بالتالي يعني هي تفيدني إذا زاد أو قل، لأن هي راح تعطيني يعني صورة عامة عن كل الأرتريات اللي يعني الأكسجين مال كل الجسم، يعني تعطيني صورة عن الأكسجين مالته، بالتالي على أساسها راح تقدر إذا شفت قلان ترسل إشارة عصبية. زين، when the oxygen concentration in the arterial blood falls below the normal, the chemoreceptor becomes strong stimulation. فمن يصيرها قليل يوصلها قليل الأكسجين، مثلا إنسان بحالة هايبوكسيا نقص بالأكسجين راح كلش تتحفز strongly. فنون that the impulse rate is particularly sensitive to change in the arterial partial pressure oxygen in the range of 60 down to 30, a range in which the hemoglobin saturation with oxygen decrease rapidly. يعني احنا كنا احنا ممكن يتحمل الجسم لحد ال 60، ممكن الاكسجين الهيموغلوبين اوكسجين ساتوريشن تكون تقريبا نورمال، فتوصل نفس الكميه مال الاكسجين للتشو، بس من تقل عن ال 60 عن 30 تبدي يقل الساتوريشن مال الهيموغلوبين، يعني يبدي يقل كميه الاكسجين راح توصل للتشو، بالتالي هاي القيمه مال 60 الى 30 نقصان بال partial pressure of oxygen، يعني يوصل 60 او 30 هاي الرينج راح يحفزها كلش، توصل إشارة عصبية للدماغ حتى يعني يشوف حل يزيد التنفس. أوكي، زين، no effect on the ventilation as long as the arterial blood remains greater than 100. إذا يعني partial pressure of أكثر من 100 ما راح تتحفز، لأن يعني عندها أكسجين فما راح تتحفز ولا تنقل إشارة عصبية للرسبيراتوري سنتر. بس إذا وصل أقل من 100 ventilation doubles، من يقل أقل من 100 double من يوصل 60، يعني إذا بارشل برجر مال الأكسجين نزل من 100 إلى 60 راح الفنتوليشن ما تزيد دبلز، تتحفز وتوصل إشارة عصبية للرسبيراتوري سنتر، الرسبيراتوري سنتر راح يزيد عملية الرسبيراتوري تقريبا ضعف. أوكي، فبدل ما أنسان كان يتنفس نفس طبيعي يزيد نفسه إلى يعني ضعفين. زين، ممكن يصير حتى 5-fold، ممكن يزيد يعني 5 أضعاف بحالة إذا كلش كان لو. أوكي، فهي تعتمد حسب البارشل برجر مال الأكسجين قد راح يقل تحفيزها راح يكون على اساسه، بالتالي تحفيزها هو نفس التحفيز اللي راح ترسله للريسبيراتوري سنتر، وعلى اساس الريسبيراتوري سنتر هو راح يدز سيجنال للريسبيراتوري مصل، اما يعني انه زيد الجهد مال التنفس، فحسب الاكسجين اذا كان اكسجين قليل كلش قليل فممكن الجهد مال التنفس يزيد 5 مرات، اذا كان هو يعني تقريبا وصل من 100 ل 60 نزل ممكن يزيد دبل يعني يزيد، فهاي الريت تتحكم بها الاكسجين ساتوريشن. اوكي، يعني هي راح تسوي لي adjustment للventilation حسب concentration. فthis body have multiple high characteristic glandular like cell called glomal cell that synapse directly or indirectly with the nerve endings. يعني هي شنو، هي عبارة عن خلايا. أوكي، glomus ما تسيل يسموه بمجموعة، يعني هي هاي ديش راح يكون هو شنو الكروت، يعني شنو البوديز هذا chemoreceptor، فهذا هو عبارة عن مجموعة من الخلايا اسمه glomus cell. أوكي، ممكن directly يعني synapse تسوي synapse directly or indirectly with the nerve ending. هاي nerve ending ممكن مباشرة ترتبط بالnerve ending، اللي احنا قلنا الكاروتيد بودي يرسل اشارته للنيرف glossal nerve. اوكي، وقلنا الaortic بودي لا ويا الفيجال nerve. اوكي، فحفظوها.
زين يعني ينقل الإشارات العصبية ذاك ويا الجلوسا والأيورتك ويا الأيورتك ويا الفيجاس. زين فهاي اللي هي هذا البادي الجلوماس سيال، أما ترتبط دايركتلي أو دايركتلي ويا السينابس. زين هاي الجلوماس سيال هاف أوتو سنسيتيف بوتاسيوم شانل ذات إن أكتيفيتد وين ذا وين بلاد partial pressure decrease markedly. This inactivation caused the cell to depolarize, which in turn open voltage-gated calcium channels and increase intracellular calcium ion concentration. يعني هاي بحالة عندي أني عندي مثلاً صار أكسجين قليل، هاي السيل عندها calcium channels راح تقفل من يصير عندي يصير عندي يعني أكسجين قليل. وتقفل الكالسيوم شنو بس تنفتح تقفل البوتاسيوم تفتح الكالسيوم، الكالسيوم يدخل. من دخل الكالسيوم ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي ديبولاريزيشن. اوكي راح يحفز الخليه العصبيه، راح يحفز هاي الخليه كاروتيد بودي. زين فهذا انكريز بالكالسيوم ايون ستيميليت ريليز اوف نيورو ترانسميتر ذات اكتيفيت افرنت نيورون ذات سنت سيجنال تو central nervous system and stimulate respiration. فأني شلون عندي هنا هايدي لكم إياها، هاي شغلة الكاروتيد البوديز يعني كاروتيد بودي أيورتيك بودي أدر بوديز قلنا كلها هي الشغل هاي إنه شنو شلون تتحفز بالتغيير مال الأكسجين، شلون تنقل هاي الإشارة العصبية للسيستم، إنه هي إحنا قلنا هي موجودة بالفزل يوصل لها فزل ماين أرتري بأكسجين، بنقلل الأكسجين إيش راح تسوي؟ راح تقفل البوتاسيوم شانل تفتح الكالسيوم شنال، إيش راح يصير؟ يدخل الكالسيوم. الكالسيوم دائما اعتبروه هيك يعني شبهه مثل إن هو عجلات مال سيارة مثلاً، إنه من راح يدخل أي فد فيزل فيزيكال عفوا أي فد فجوة بيها مثلاً نيورو ترانسميتر معين راح تجي تركب عليها كالسيوم بتحركها توديها للمبرن تلزقها ويا المبرن أوكي وتفتحها تخليها تحرر المواد اللي بيها أوكي. فهاي فائدة الكالسيوم دائما يعني هو أغلب شغله من يدخل فالسيال معين ممكن يروح يحرك لي الفيزل يحرك لي الفيزيكل يعني الفجوات اللي بيها النيورو ترانزميتر وتخليها تندمج ويا الممبران حتى تتحرر هاي المواد منها. فدخل الكالسيوم من قبل الأكسجين فتحت الشانلز مادة، دخل الكالسيوم راح ارتبط بهاي الفجوة حركها وين وداها؟ وداها للممبران فدمجها ويا الممبران وتحررت المواد. احنا نعرف هاي النيورو ترانزميتر مواد معينة تركب على الريسبتورات الموجودة بالنيرف إندينج، بالتالي تسوي لي إكزايتيشن وترسل إشارة عصبية للسنترال نيرف سيستم. هاي وين راح ينتهي؟ راح ينتهي بالريسبيراتوري سنتر. أوكي إذا كان كاروتيد بودي فراح روح ينتهي عن طريق الجلوسوفارينجيال يروح للدورسال بارت أوف ميدولا، إذا كان أيورتيك لا عن طريق الفيجل نيرف يروح للدورسال بارت أوف ميدولا. زين ف راح للدورسال بارت اوف ميدولا اللي هي قلنا احنا واقع بها الريسبيراتوري سنتر اللي عن طريقه اتحكم بالريسبيريشن اتحكم بالريت والديبث مالته. زين فراح تنزل هاي اشاره عصبيه على اساسها التغير على اساسها راح تستجيب الريسبيراتوري سنتر وتدز لي سيجنال اشاره عصبيه للمصل ريسبيراتوري مصل بالتالي تخليها تتحرك اوكي حتى تزيد لي ضعف لي حركتها حتى تضعف لي التنفس وتضعف لي الهواء اللي يدخل للرئه بالتالي معناها ضعفت كمية الأكسجين راح يدخل الجسم. وأيضا هاي تحفيز النيرف راح يكون حسب الأكسجين، كل ما كان الأكسجين كلش قليل راح تتحفز أكثر تطلع لي نيورو ترانزميتر أكثر راح تحفز لي النيرف بطريقة يعني أكبر بطريقة أكثر، بالتالي راح يروح هو أيضا يحفز الريسبيراتوري سنتر أيضا بطريقة أقوى والريسبيراتوري سنتر يدز لي إشارة عصبية قوية أقوى من قبلها فيضعف حسب فايف فولد ضعف خمس مرات مرتين حسب الأكسجين كونستريشن. فهاي كل ما يخص الكيمو ريسبتر اللي شلون يتأثر عليها الأكسجين. زين خلصنا طلاب الأكسجين راح نجي للسي أو تو. إحنا قلنا السي أو تو هو mainly directly effect عند منطقة معينة بالريسبيراتوري سنتر راح يأثر عليها، بس ممكن الكيمو ريسبتر أيضا شوية عندها effect على التغير بالسي أو تو والH. كنا increase the CO2 or H concentration also excited the chemoreceptor and in this way indirectly increase respiratory activity أيضا ممكن تأثر على chemoreceptor وبالتالي أيضا باعتبار تأثير indirectly على respiratory center. بس direct effect
of both these factors in the respiratory center are much more powerful than the effect mediated through the chemoreceptor. يعني تأثيره directly هو كلش powerful, أقوى من تأثيره على الكيموريسبتر. يعني من يزيد CO2 والH راح يأثر على الاثنين, هم راح يأثر directly و indirectly, directly على respiratory center و indirectly عن طريق البرفال كيموريسبتر. بس تأثيره قلنا بالdirectly يكون أقوى بهواي. بس يقولكم هنا أنا أكو different, إنه stimulation عن طريق البرفال كيموريسبتر occur as much as 5 times as rapidly as central stimulation. يعني بالتأثير على البرفال يكون أسرع بس يعني مو powerful. تأثير الدايركتلي راح يكون شوية أبطأ بس powerful أكثر. أوكي, يعني الدايركتلي تقريبا أبطأ بس 7 times more powerful than indirect. يعني عن طريق إنه يروح CO2 يأثر على respiratory center كلش يكون قوي, تقريبا 7 times أقوى من تأثيره على الكيموريسبتر من تروح indirectly. بس يعني الكيموريسبتر شوية تكون أسرع, تتحسس بسرعة تروح توصل الإشارة العصبية للرسبارتر سنتر تقريبا 5 times أسرع, بس مو أقوى, أسرع إنما. So the peripheral chemoreceptor may be specially important in increase the rapidity of response to CO2 at the onset of exercise. يعني ممكن لأن هي سريعة الindirectly, طريقة الindirectly سريعة, لذلك تفيدني من الإنسان دي يسوي exercise. بالإكسرسايز الإنسان يصير عنده CO2 كل شيء عليه. اوكي, احنا قلنا هي الاكسرسايز معناها اني استخدم طاقة, والطاقة هي ناتج مال الجلايكوليسيس, والجلايكوليسيس عنده من النواتج ايضا يعطيني طاقة CO2, فمعناها CO2 راح يزيد عن الطبيعي, واني في اللحظات احتاج سرعة بالتوصيل, سرعة انه اوصل اشارة عصبية للرسبيراتوري سنتر حتى يسوي لي ري ادجستمنت ويزيد لي الرسبيراتوري افورت. لذلك هنا راح تفيدني البرفرال اكثر, لان هنا انا ما احتاج باورفول افكت بقد ما احتاج سرعة توصل لي رسالة للدماغ انه اني زاد عندي CO2, وبهاي الحالة تفيدني هنا تفيدني البرفرال كيموريسبتر, لأن إشارة العصبية تنقلها سريعة, طريقة سريعة. زين, فعرفوا هاي النقطتين, إن هو CO2 والH يأثرون directly و indirectly. الدايركتلي تكون أبطأ بس أقوى, تأثيرها أقوى. الindirectly تكون أقل قوة بس أسرع, وأنا تفيدني السرعة كنا بحالة الإكسرسايز. زين, هاي يا طلاب خلصنا, ان شاء الله بعد هاي السلايدات هم ايضا شويه متعلقه بالموضوع ايضا اشرح لكم اياهم ان شاء الله. respiratory during exercise و during يعني الانسان من يصعد جبال عاليه او, فهسه ان شاء الله يعني اشرح لكم اياها بالبارت الثالث.